السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. الكارت اللي قدامك ده سيبته في جيبي لمدة 5 ساعات، وجيت علشان اشحنه لقيت الورقة كلها بيضة ما فيهاش ولا رقم، بس قدرت ان انا ارجع الكارت ده واشحنه مرة تانية. لو انت عايز تعرف الطريقة تابع معايا. الفيديو ده مقصود للناس اللي بيضيع منها كروت الشحن، سواء اتصالات او فودافون او موبينيل. وقع الكارت بقى او ضاع، او الكارت متني وارقام الشحن مش واضحة خالص، او الكارت اتبل مية والارقام اختفت من عليه. جايب لكم حل سهل وجميل جدا، تقدر انك تطلع بدل فائد للكارت مرة تانية ببلاش من غير فلوس خالص. كل اللي مطلوب منك اول حاجة انك تفتكر الميعاد اللي استلمت فيه كارت الشحن من مكنة فوري او مكنة مصاري او مكنة امان. تاني حاجة مرة تانية بس تقول له على الميعاد اللي انت اشتريت فيه الكارت والمبلغ اللي انت طلبته، وفي اقل من دقيقة هيطبع عليك الكارت مرة تانية من غير ما ياخد منك اي فلوس خالص. يا رب لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. كان معاكم اخوكم محمود، مع السلامة.